كنت فرحان بيكم، كنت فخور انه سوى كبرنا، انه سوى خلينا هالقناة تنتعش، انه انتم وصلتوني 1,600,000 مشترك على اليوتيوب. واليوم اكتشفت انه اكو كلب عنده 10,000,000 مشترك. من هسه اطلق حملة وانتم وياي ومجبورين، هاشتاج لؤي الى المليونين. اذا ما وصلنا 2,000,000 مشترك قبل نهاية السنة انقلب كلب. انا وسهلا بكم حبايب، هذا الفيديو الجديد. مثل ما تشوفون اكو اشياء جديدة بالقناة، اكو تغيرات دا اكتشف. مثل ما الحياة تتغير القناة هم تتغير، مثل ما بالحياة تجرب اشياء جديدة بالقناة هم نجرب اشياء جديدة. اليوم صحيت قلت الكوري من يضوج الكوري بالشغل بالمدرسة بالبيت ويفتح اليوتيوب، شنو اشهر الفيديوهات اللي تطلع على الكوري؟ الكوري شي يتفرج، الكوري شي يسمع، الكوري هو كوري مال شاي لوغ. اليوم فتحت الترند مال كوريا، خلينا نشوف شنو اشهر فيديوهات اليوم بكوريا. مثل ما تشوفون هذا الفيديو تصور اليوم 20/9 نص ساعة قبل ما نزلته على اليوتيوب، خلينا نتفرج هس. نتفرج على اول فيديو. مثل ما تشوفون من العنوان مبين انه الفيديو، العنوان ده يشرح انه خلينا نشوف الفيديو. هذا الحلاق لا الرئيس مالتهم. زوجي كنا عرس عراقي. ابو العريس هلا وسهلا، ان شاء الله نفرح بعبودي. اي شكرا يا هلا. فرحه حاليا، فرحه. جونج جانج جو سون جون جان، هذا شو اسمه باذن. انا اول ما قالوا لي انه الطماطه هي فاكهه ومو خضره، اول شيء عصبت وما اخفي عنكم انه كسرت هواي اشياء بغرفتي. صح انا كنت موجود وياه اتالم هواي بهذا الخبر، لان ما حد كان قايل له بطفولته واحد من ياخذ هيك خبر بعمر كبير ينصدم وتتخربط بطنك. ثاني فيديو 700,000 فيو من قناة نيهاو نيهاو، اتصور هيش تنفض. نتفرج طبخ برنامج خليها عليا بكوريا. تتعاملها هاي كانها امهاتنا بالعيد، تريد توكلنا وتلبسنا واحنا ما نريد، بس نريد نروح نلعب ببجي. هاي طلعت من البيت قالت اليوم اتعارك ويا اهل السوق، حتى اذا اكو شيء مرض اشتري اذا ما يطيحوا لي عليه اشقهم بالنص. بابا شبيك متوتر؟ جوراب وين احط هنبذاناتي؟ ثالث اكثر فيديو جايب مشاهدات بكوريا، تريلر مال فيلم، هذا بصراحه شفته بكل البلدان طاق حاليا طاش. مبين فيلم قوي. قصة حياة هيدن شولدرز؟ لا. المهم هاي السالفة ما تفيدنا، هذا فيلم، هذا مو فيديو يعني خلينا نقول كوري، اوكي؟ اللي بعده. هل هاي كاميرا خفية؟ يا كوريا مسوين برامج كاميرا خفيه تفرجون على الناس وين ياكلون؟ زين شو ما تشوف الكاميرا ما افتهم. عمي تشتغل بالبناء هذا مو اكل. عندكم ضيقنا عملنا بقى. ولك الاكل كله لك والحلالك على كيفك، تستعجلين. يمكن بكوريا اسرع واحد ياكل الثاني يدفع الحساب. ادري شكلهم معمل مال زقنبوت. شنو هو خامس اشهر فيديو حاليا بكوريا؟ يلا. اوكي هذا الفيديو ما ابو صوت، احنا حاليا بمصعد، ولد خافين وجهه، قدم شويه. طبت بنيه، قدم شويه. طلع تليفونه، قدم شويه. طلع، طبت، طلع، طب، اجى ابو الكوي، دخل، نزلوا كلهم سوا. بعدين، اوكي، طلع ابو المكوي، طلعت البنيه، الرجال طلع. راح سيارته وراح وخلص الفيديو.
شنو معنى هذا الفيديو؟ هل هذا الشاب ما عنده كاميرا يشتريها فسوى فلوج عن طريق الكاميرات مال السكيورتي؟ هل هذا الشاب اول يوتيوبر بالعالم ينزل فيديوهات يستخدم كاميرات مال الشرطة؟ هل لو مو هل؟ واحساس ده يقول عزلت البار وبعدك ما اجيتي، احك بشعري والثلج يفتر، دقيتي علي تليفون ما عرفتي تجين بنفسك، حطيت ايدي على راسي قلت اخ لو الزمك، شربت المي تخيلت نفسي جاي اشرب حبك بس طلع مي وبس، قمت بالحنفية صبت مي، قلت خل اروح للحلاق بلكت ابدل شهرتي وتنعجبين، خل اقص لحيتي اللي هي ما موجودة اصلا، حتى الموس تعجب قال شاش اقص ماكو شعر، عدي هواي كراسي بس قعدت بالقاع لان اتذكرت المزرعة مال بابا كنا نزرع بيها نعناع. يلا كافي، شنو يا مال 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 ناحو بين فيديو كوميدي اخراج جميل جامعة واحد معجب بوحدة. هذا نوع الفيديوهات اللي مثلا يعجبني انه اتفرج عليه لو مترجم. اللي بعده منو شنو صار؟ قول رونالدو؟ ها تشين تشانغ زوم، هذا نفسه مال اول فيديو. اوف لك ها طلع مشهور. هاي بالضبط انا من اطلع من الحمام واهلي صفقوا لي بالهول. اعطيني فتشي دسم، اعطيني فد. لا تقول لي راح يصد الطوبات بالشف مال المطبخ، باوع باوع شف المطبخ. لك ابو جلفه. واو بس قوي ترى، قوي ضرباته قويه. والان وصلنا لاخر فيديو، اكثر فيديو محصل مشاهدات بكوريا. ها تليفونه دا يدق بجيبه، ذولا مبينين طاقين. انتبه لي على النعال. ما اعرف ليش اتمنى انه ذولا شله اصدقائي، ما اعطيكم فرات وغرام وتجوا لي. دي تريع بس من الداخل. سرعة خف حرارة. يلا يمكن افتهمت اللعبة. ما ضحك. شباب اليوم انا تغيرت. حبايب انا نضجت واليوم حسيت بالكوري. حسيت شنو يحب، شنو الاشياء اللي تضحك، شنو الاشياء اللي تبكي. الكوري سلس، الكوري حلو. باكر اتعرفت على كوري راح اقول له انا همين اتفرج على فيديوهات تشين كانغ هونغ واموت على الفيديو كليب مال جينغ هاو، والرئيس مالتكم تشونغ تشونغ من يدخل بالملعب والناس تصفق له احس بالوطنيه الكوريه. اتصور انه اصلا ما يحتاج اسافر الكوريا، بس القفلة الحلوة انه انت مثلا متأكد انه على اقل اكو مليون نفر اتفرج على هذا الفيديو وهو قاعد بالحم يعني بالبيت. شوف اللايك والاشتراك لو كان بفلوس اقدر ظروفك والله وما اضغط عليك، وانا مو من هذا النوع، بس انه ببلاش. لا تبخل بالاشياء اللي ببلاش، ترى مو سمعتي هي سمعتك. اوكي لو لا نتفق، لو لا احبكم واموت عليكم. هذا الفيديو راح ينتهي تعرفون ايش وقت.